بصمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان الراحمي؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من مالك؟ ومن النعمان في القمم؟ من البخاري؟ ومن أهل الصحاح؟ ومن سفيان والشافعي والشهم ذو الحكم؟ من ابن حنبل فيها وابن تيمية؟ بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العدل يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. ينام كسرى على الديباج ممتلئا كبرا، وطوق بالقينات والخدم. لا هم يحمله لا دين يحكمه، على كؤوس الخنا في ليل منسجم. أما العروبة أشلاء ممزقة من التسلط والأهواء والغشم. فجئت يا منقذ الإنسان من خطر كالبدر، لما يجلي حالك الظلم أقبلت بالحق. يجتث الضلال فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم، أنت الشجاع. إذا الأبطال ذاهلة والهندواني في الأعناق واللمم، فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم دربا، وأبعدهم عن ريبة التهم بيت من الطين. بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف، بات في نغم طعامك التمر والخبز الشعير. وما عيناك تعدو إلى اللذات والنعم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، إن بات غيرك عبد الشحم والتخم. لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينم. تمسي تناجي الذي أولاك نعمته، حتى تغلغلت الأورام في القدم. أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودم عينيك مثل الهاطل العمم. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية تستقم. إلى آخر القصيدة.